كانت أجواء روحانية قرآنية بحتة. نعدهم على مدار السنة. والله محمد أنا أعتبره في البداية. إنجاز عالمي جديد يضاف في السجل الحافل لديرتنا مملكة البحرين في مجال القرآن الكريم. أخونا محمد عدنان العمري الفائز بالمركز الأول في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. إحنا اليوم متواجدين في مطار البحرين عشان نستقبله ونهنيه في هذا الإنجاز المشرف. شرفت البحرين ونورتنا ورفعت راسنا، حياك. محمد ما شاء الله سمعنا عن منافسة عالمية، خبرنا أكثر عن هذه المنافسة. والله ما شاء الله تبارك الله الأجواء في دبي كانت أجواء روحانية قرآنية بحتة، حتى المحكمين شعروا بالتنافسية الشديدة وتقارب الأداء يعني سبحان الله. ولكن سبحان الله يعني آخرة المسابقة راح يكون في أول ثاني ثالث، ولا المحكمين قالوا كلكم أديتوا أداء ممتاز وشرفتوا بلدكم وقرأتوا القرآن كما أنزل، فاللهم لك الحمد. يعني تعب المعدين المسابقة الدولية لم يذهب سدى الحمد لله، فكان نتاج تعبهم أن توجت مملكة البحرين الحمد لله بالمركز الأول في جائزة دبي، اللهم لك الحمد. ولدك ما شاء الله يعني الحين رفع رأس البحرين وهو ذخر البحرين ما شاء الله، شنو حاب توجه كلمة حق الشباب اللي بعمره أن يوصلون بعد مثل ما وصل اليوم محمد؟ والله محمد أنا أعتبره في البداية، يعني هو ما شاء الله الحين 18 سنة، الحين إن شاء الله بيبتدي مشوار علوم القرآن الأخرى، بيدخل إن شاء الله في القراءات في العلوم المصاحبة إن شاء الله، وفي ما زال والرغبة رغم موجودة. طبعا أكيد النصيحة مع القرآن تحلو الحياة، أكيد القرآن أساس الحياة، يعني مع القرآن رب العالمين يسخر لك كل شيء، كل الأمور تفتح أمامك، يعني ما في تعارض يعني بين القرآن والدراسة. محمد ما شاء الله متميز في كل شيء. هذه الفوز ما تحقق إلا طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم جهود المشايخ والمعدين في برنامج إعداد المسابقات الدولية. يعني إحنا عندنا متسابقين دوليين نعدهم على مدار السنة بحيث لما أتي أي مسابقة يكونون جاهزين، لذلك أنت تشوف النتائج اللي قاعدة تصير يعني كبيرة. يعني إحنا اليوم نتكلم لما يصعد المتسابق البحريني الكل ينتظر من الشخص اللي بيمثل مملكة البحرين، لأن يعرفون ما راح يجي أي شخص، راح يجي شخص قوي وراح يعني يرفع اسم مملكة البحرين. محمد يعتبر نموذج يحتذى به بين حفاظ القرآن الكريم في مملكة البحرين، وإن شاء الله عز وجل في هذه المراكز الخير الكثير وهناك نوعيات متميزة من قراء القرآن الكريم وحفاظه دائما ما يعني يحققون مراكز متقدمة سواء من المتسابقين أو المتسابقات.